Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta dengan nomor urut tampil 27 dari Balangan atas nama Muhammad Aditya Ilham yang akan membacakan surah Maryam ayat 51 halaman 279. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَانْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
يكون في الكتاب إدريس. صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. Baik, pendengar.